نعطيك الصحه هذه الكيكه عائليه تفضلي ديريها في الكيك هكا ولا في المارلين اي حاجه زينوا بها الكيك ولا التورطه ما عندهاش تصفح عندها يعني ما كانش خصنا بالطريقه هذه خاصه في الشكر فيها كاس ديال الماء كاس الماء وزوج معالق كبار ديال النشا جوج معالق كبار ديال النشا وزوج معالق ديال الشكر الحلو جوج معالق اييه ديال الشوكولات الحلو جوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان اييه جوج معالق ديال السكر سنيده وجوج معالق كبار ديال الزبده هاد المقادير كاع اللي عطيتك الاولين الا الزبده كديريهم في الكاسرون على النار نديرو بزاف وحنا تنحركو باش تحقن فيك النتا وفي الثاني كترمي ديك المعالق ديال الزبده كبار خارج النار ولا وحنا كنخلطو خارج النار خارج النار ومن بعد كديريها فوق النار تحركي واحد 5 دقائق تفعليها النار واخا كيجي خليط بغيون زوين كيجي ملمع فيك الشفاف كتستعملي في الكيك هكا في المادلين ايه في المادلين في الكاب كيك تزيني بين الوجه ديال الكيك هكا صلصه حلوه في الباديه ما تتلقاش حنا في المدينه واخا